الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مشاهدين قناة سما الخليج، ومرة أخرى ومن إمارة أبو ظبي، وكما عودناكم أعزائي المشاهدين في كل حلقة أن نستضيف لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن. رحبوا مع أعزائي المشاهدين بضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع، مع المتقاعد من القوات المسلحة الإماراتية الأستاذ جمعة نافع محمد السويدي. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم، وكحلقة توثيقية وكتجربة إيجابية إن شاء الله راح نقولكم إياها إلكم والأجيال القادمة. بالبداية أبو منصور، أسعد الله أوقاتك سيدي. يا أهلا ومرحبا بك، مرحبا وسهلا بكم يعني في بيتنا المتواضع، وأهلا ومرحبا بكم يعني. يا أهلا وسهلا بكم، سعيدين بوجودك معنا. يا أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم برنامج بالله. كفاءات الإمارات وكلنا سعيد. وهذا البرنامج سيدي سؤال وجواب. حاضر، تفضل. وأكيد هناك بدايات للسيد جمعة، هناك مكان تضرعت فيه سيدي. دعنا نرجع للوراء يعني، ونتكلم عن دولة الإمارات وعن بناء هذه الدولة، ونتكلم عن السيد جمعة السويدي، أين ولد وكيف كانت بدايتك وانطلاقتك في حياتك العلمية والعملية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا مواليد 1966 1/7 1966، ولد في العين، وتلعرعت في العين حتى بلغت سن الرشد والتحقت بقوات المسلحة. من أي عام؟ من تقريبا 1982 إلى غاية 2019. يعني دخولك إلى القوات المسلحة الإماراتية يعني كان رغبة منك أو من الوالد؟ أولا شيء رغبة مني. نعم. ما حد جبرني، وهذه خدمة لدولتي يعني، ما حد جبرني بأن أدخل أو لا يعني. الوالد والوالدة، الله يرحم الوالد ويخلي الوالدة، طبعا ما جبرون على أي شيء، هذا من إرادتي أنا ومن شو اسمه. يعني أثريت عمرك؟ أديت عمري ترى رعت وعشت أكثر ما عشت في بيتي. نعم. أو مع ربعي يعني، تربيت معاهم أكثر ما في البيت يعني في القوات المسلحة. نعم. يعني وأنت ما شاء الله عليك يعني في قمة العطاء والإنجاز، وإحنا بنفتخر بيكم. يا أهلا وسهلا بك والله. تصلون الليلا ونهارا وأنتم العين الساهرة. يا أهلا وسهلا بك، وأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أرجع وأعطي ويعني واخدم بلادي ووطني، بس يعني العمر طبعا وفي مجال ان ادخل، لكن مع الاسف يعني رحت وقدمت. واكيد لو نداك الوطن لما ابو خالد يأشر بس. نعم. ونحن مستعدين، كنا في دول الوطن، كله في دنا الوطن. نعم. يعني هو يأشر بس ونحن حاضرين ونعم بيه. سيد جمعة، يعني نتكلم شوي عن كفرق بين الحياة المدنية والحياة العسكرية، ما هو الفرق؟ طبعا فرق كبير كبير وايد بين المدنية والعسكرية. نعم. العسكرية تعلمك أشياء أكثر عن المدنية، يعني تعلمك أشياء تختبر فيها أشياء، مثل ما تقول خبرات مع الدول الشقيقة الصديقة، يعني تختبر منهم يعني خبرة وتعطيهم خبراتك وهم يعطونك خبراتهم. فالعسكرية طبعا فرق وايد وايد عن المدني، ونحن يعني إن شاء الله إذا الله حياني أولادي طبعا أكيد بيكونون في خدمة الوطن، وبيكونون إن شاء الله في القوات المسلحة العسكرية، يعني في القوات المسلحة اللي هي خدمة الوطنية، وهذا وعد منا يعني. سيد جمعة، يعني نتكلم بعد تقاعدك من القوات المسلحة عام 2019. نعم. ماذا عملت سيدي؟ 2009. ماذا عملت بعد 2009؟ والله ما عملت شيء 2009 لحد الحين، وفتحت مشروع على قدي يعني، اللي هم المؤسسات تنتين صيانة تكييف مكيفات على قد حالي يعني. نعم. وأتمنى إن شاء الله في المستقبل أن أطورهن أكثر وأكثر إن شاء الله. يعني الدعم من طبعا دولتنا وشيوخنا ما بيقصرون، واتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان اطور شركاتي او مؤسساتي التنتين اكبر واكبر. نعم. سيد جمعة، يعني نتكلم شوي عن بناء دولة الامارات العربية المتحدة، ويعني نتكلم عن والدنا وابونا ومؤسس وباني دولة الله يرحمه الشيخ زايد، الشيخ زايد، ولكن مشوا على نهجهم. نعم. الشيخ زايد اللي هم شيوخنا وحكام دولة. نعم. الإمارات، يعني نتكلم يعني عن مكارم الشيخ زايد، ماذا تحدث؟ طبعا مكارم الشيخ زايد ما توصف. صحيح.
سواء في الدولة أو خارج الدول العربية أو الدول الشقيقة. يعني ما توصف. يعني الشيخ زايد وين ما تروح يعني ما مات في قلوب الناس. وروحه موجودة في قلوب الناس وين ما تروح. حتى أنت لو تلاحظ مرة خاصة أخوان الباكستانيين في الميناء سوق أبو ظبي الميناء للفرش في صورة شيخ زايد الله يرحمه يعني مدروح الجنة موجودة في محل من المحلات الباكستانيين. فجاء شخص وسأله سؤال قال أنا أريد أشتري منك الصورة هذه بكم تبيعها؟ مليون مليونين بمئة ألف خمسمية. قال لا لو تعطيني ملايين الدنيا كلها صورة شيخ زايد ما تنباع وأنا ما بيع. وأنا اشتريتها من عنده اليوم هذه الفرش من صاحب المحل اللي فيه صورة شيخ زايد. نتكلم شوي وانتم حملتم بالزو الثقيل ايضا في عهده يعني. نعم. كيف تنصح الشباب يعني الشباب الوطن؟ والله شوف انا انصح الشباب الجيل الجاي الحين يعني الجيل الوطن والواعي يعني حافظ على بلاده ويعني ويلبي النداء. نعم. لدولته مثل ما خدمنا نحن يخدم ويعطي قد ما يقدر. فالدولة محتاجتنا الحين في الأزمة هذه والظروف هذه محتاجة للمواطن. المواطن محتاجين له في أي وقت. وأنا مثل ما قلت لك يعني في أول بداية أبو خالد بس يشر ونحن حاضرين في أي وقت يبقى موجود. والحمد لله رب العالمين يعني دولة الإمارات أيضا يعني تنعم في مدن الله حباها نعمة الأمن والأمان. الحمد لله رب العالمين. شوف ونعم بالله سبحانه وتعالى يعني بقيادة الحكيمة الشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد. كيف تنظر إلى الأمن والأمان؟ الحمد لله رب العالمين. الأمن والأمان طبعا أنت عارفه وأنا عارفه ما يحتاج نتكلم فيه نهائيا. يعني بيوتنا مفتوحة ما في حد يقدر يدخل بيتك او ايش الحاجه او ايش ما دام الامن والامان موجود الحمد لله نحن ما علينا اي خوف سواء من شيوخنا من رؤسائنا من وزاره الداخليه الله يطول عمرهم الشيخ سيف الله يطول عمره يعني ما علي الواحد خوف يعني الامن والامان موجود الحمد لله رب العالمين. في كل ما تروح وين ما تروح مكان اي ما يعني اي مكان تروح الامن والامان موجود ما في خوف سيرك مفتوحه بيتك مفتوح أولادك يطلعون برا ما عليهم أي خوف ما في شيء الحمد لله. ونستذكر هيك مواقف يعني طريفة كانت الشيخ زايد يعني. والله مواقف أنا ما أقدر أقول لك أنا ما أنا مرة الله يرحمه يوم من الأيام كنا في الميناء وكان بيلف في سوق الميناء جنب سوق الإيرانيين وين يبيعوا الورود والسمك وهذا كان بيلف الله يرحمه يعني بيلف لحاله ما حد لا مع حرس ولا مع أي حد لحاله بيلف مع السايق بيلف ووقف فأولادي كان بيقولون لي بابا هذا الشيخ زايد قلت لهم نعم هذا الشيخ زايد هذا الشيخ زايد أبونا وأبو الكل هذا هو شفتوه الحين قلت لهم بتروحوا تسلموا عليه قالوا لا بابا نحن نخاف فرحت أنا سلمت عليه والله يرحمه غمد روح الجنة كان يقول شو تامر يا ولدي شوف خاطرك شو اللي تريده قلت له الله يطول عمرك ما محتاج شيء ما دام الدنيا امان وانت الحمد لله بخير وعافيه نحن بخير ما شاء الله وتوكل على الله الله يرحمه يعني توكل على الله راح زايد الخير وزايد الخير موجود موجود حاليا وين ما تروح في اي بيت في اي مكان في اي وخير وعم العربيه والاسلاميه جميع سواء من 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 شقانا او من غير نعم. يعني ما الحمد لله رب العالمين شو بقول لك يعني الوصف يعني صعب توصف الشيخ زايد او الشيخ محمد بن زايد او الشيخ خليفه او الشيخ محمد بن راشد صعب الوصف يعني ما تقدر توصف شو بتقول عنهم يعني ما تقدر تتكلم اي شيء نعم. سيد جمعه تحن للماضي للحياه اكيد في حنيه نعم في حنيه والعسكريه ما زالت في دمي العسكرية ما زالت في دمي تغلي يا ريت يعني أرجع أتمنى من الله أني أرجع الخدمة اللي هي المساندة نعم
نفسك سيدي. الحمد لله رب العالمين، رضى الله سبحانه وتعالى ورضي شيوخنا وراضي الحمد لله بالعيشة والبيت اللي سترني أنا وولادي من شيوخنا، ما قصر الله يطول عمرهم. فالواحد ما يقدر يعني يوصف أو يتكلم. سيد جمعة، هذا البرنامج وقت البرنامج ده هو سؤال وجواب. تفضل. يعني بدنا نأخذ منك هل من كلمات. تفضل. حابب توصلها عبر قناتنا قناة. والله ما عندي أي شيء أقول لكم إلا كل شكر وكل تقدير. الله يسلمك يا الله. والله يطول عمر شيوخنا. الله يسلمك. ودولتنا عليها الأمن والأمان إن شاء الله. وما تل ما قلت لك يعني الواحد ما يقدر يوصف يعني دولته وشيوخه أو من الخير اللي أعطونا إياه واللي أعطوه غيرنا والمساعدات فالوصف صعب شوية، صعب يعني ما تقدر تقول أي شيء. سيد جمعة، احنا نتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح، واحنا بنشكرك على حسن استقبالك. يا أهلا ومرحبا بكم، البيت بيتكم وكلنا زايد. وكلنا زايد أكيد. نعم. واحنا طبعا وأكيد كانت أعياد وطنية وأعراس. نعم. وطنية كانت. نعم. عمك على دولة الإمارات. الحمد لله رب العالمين. والله يحفظ الوطن. آمين. آمين. وشعبا. آمين يا رب العالمين. الدفاع الأول. آمين يا رب العالمين. القوات المسلحة. آمين يا رب. آمين. اللي دائما فعليا يسرون الليلا ونهارا. آمين يا رب العالمين. آمين يا أخي. آمين. مقيمين أو مواطنين في هذه الدولة. آمين. وإحنا بنشكركم أعزائي المشاهدين، وأشكروا معي السيد جمعة نافع محمد السويدي من إمارة أبوظبي وتحديدا من مدينة الفلاح، وبنشكره على دعمه لهذا البرنامج الوطني الهادف. شكرا جزيلا سيد جمعة، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن هذه المتابعة، وإلى اللقاء بكم مجددا. يا أهلا ومرحبا بكم. يا أهلا ومرحبا بكم. يا أهلا ومرحبا بكم.